السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا إلى عدد جديد من برنامج الصحافة، والذي نستعرض فيه أهم الأخبار في الصحف الجزائرية المغربية وأيضا العربية. البداية مع الجزائر وموقع الترا. الجزائر موجة حرائق جديدة في غابات بجاية وتيزي وزو، حيث أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية ليلة الجمعة عن اندلاع موجة حرائق بثلاث غابات بولايتي تيزي وزو وبجاية يجري إخمادها من قبل أعوان الحماية المدنية. ووفق بيان الحماية المدنية، فقد سجلت الحرائق بعش الباز ببوليمات ببجاية وجرى السيطرة عليها، ويجري إخماد حرائق مندلعة في المكان المسمى مهوي ببلدية تيشي. كما طمأنت الحماية المدنية إلى أنه لم تسجل أي خسائر بشرية أو مادية. بيان الحماية المدنية ذكر أنه جرى تسجيل بغابة قرية إغداسن بلدية أيت شافع في تيزي وزو حريق جرى إخماده، ويرجح أن تكون الحرائق نتيجة لموجة الحر التي أعلن عنها الرصد الجوي، خاصة وأن درجتها تصل هذه المرة إلى 43 درجة. من ألترا الجزائر إلى المسار العربي، انتشال 5 جثث من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنا في ليبيا. وفي منبر القراء، سيول الأمطار تتسبب في وفاة شيخ ببلدية سهيلية بمعسكر. في عنوانها البارز، دراسة مساء يومي الثلاثاء والخميس تلاميذ الأولى والثانية ابتدائي. من الصحف الجزائرية إلى الصحف المغاربية التي ما زالت تسلط الضوء على كارثتي الفيضانات في ليبيا والزلزال في المغرب. البداية من ليبيا وصحيفة بوابة الوسط، وفد مجلس الدولة يبحث الدعم التركي لانتشال جثث ضحايا العاصفة دانيال. قال المجلس الأعلى للدولة اليوم السبت إن وفدا برئاسة نائب رئيسه خالد العبيدي يزور تركيا حاليا لبحث ما يمكن تقديمه من دعم فني وخبرات وإمكانات وتجهيزات لمواجهة أثار العاصفة دانيال. وفق بيان المجلس، فإن الوفد سيبحث ما يمكن تقديمه من الجانب التركي من زوارق بحرية ومعدات بحث أرضية متطورة مدعومة بتقنية الأقمار الصناعية بغية البحث السريع والتعرف على الجثث وانتشالها. أما في موقع هسبريس المغربي، بعد جدل الاقتطاعات التضامنية من أجور الموظفين، المساهمات اختيارية وتطوعية. فبعد الجدل الذي رافق قرار الحكومة بإقرار اقتطاعات تضامنية من أجور الموظفين والوزراء لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي ضرب المملكة، أوضح منشور لرئيس الحكومة أن هذا الإجراء سيتم بصفة اختيارية وتطوعية، وأضاف أن موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمستخدمين بالمؤسسات والمقاولات العمومية يمكنهم بصفة اختيارية وتطوعية المساهمة بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى 3 أشهر، تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد. أبرز المنشور الموجه إلى الوزراء المنتدبين والمندوبين أن تفعيل هذا الإجراء سيتم بناء على استمارة بمثابة ترخيص مخصصة لهذا الغرض يتم توقيعها من طرف الموظف أو العون أو المستخدم. إلى صحيفة المساء المغربية، الملك يأمر بتفعيل برنامج استعجالي لإعادة إيواء ضحايا الزلزال. أما في الصحف العربية فهي أيضا ما تزال تسلط الضوء على الكارثتين في ليبيا وفي المغرب، حيث تحدثت صحيفة القدس العربية عن هذا التعاون بين البلدين. المغرب المنكوب بالزلزال يساهم في حماية سدود ليبيا المتضررة من الفيضانات. أرسل المغرب فرقا من الخبراء والمهندسين المختصين في حماية السدود إلى المناطق المنكوبة في درنا لمساعدة الشعب الليبي الذي تضرر جراء الفيضانات. ومن المقرر أن يصل الفريق المغربي إلى الأماكن المتضررة من الفيضانات للوقوف على نوع المساعدة التي يمكن تقديمها بخصوص مراقبة الوضعية التي توجد عليها عدد من السدود وفق موقع بوابة إفريقيا الليبي. وكان الشعب الليبي قد أبدى تعاطفا مع الشعب المغربي من اللحظات الأولى من زلزال الحوز. في العربي الجديد، الليبيون ضحايا العسكرة وهزال التنمية.
كتب محمود الرماوي في مواجهة أثار الكارثة التي ضربت مدن درنة والبيضة وشحات وسوسة في شرق ليبيا، برزت إلى جانب مشاهد الدمار لقطات لأشخاص من عامة الناس ومن العاملين في البلدية يبادرون إلى رفع الأنقاض ونقل الجثث إلى الشاحنات مع جموع من أفراد الهلال الأحمر الليبي، وهي تتولى جهود إنقاذ كل ما يمكن إنقاذهم ورفع العوائق تهيئة لوصول فرق المساعدة الخارجية التي لم تلبث أن وصلت تباعا إلى البلاد لأداء مهمة إنسانية بلغة العسر. تحولت بعض الأحياء المجاورة لوادي درنة إلى بحيرات شاسعة، فيما أكوام الطين وأجسام المركبات المعطوبة والمقلوبة وجذوع الأشجار المقتلعة وبقايا الأمتعة تتناثر في الشوارع، وما تقدم ذكره مجرد عينة عن الصعوبات اللوجستية الجمة التي اعترضت جهود الإنقاذ في ظروف عصيبة كانت كل دقيقة فيها تحدد مصير المصابين والعالقين، بعد أن تعرضت هذه المدن وخصوصا درنة إلى طوفان من المياه في يوم واحد، وبما يعادل ما يهطل على المدينة خلال عام. اتفق الملاحظون الليبيون على أن انهيار السدين المقامين على الواد قد ضاعف من حجم الكارثة، وتسبب مع هطول الأمطار بحدوث طوفان ارتفعت فيه المياه داخل الأحياء المجاورة للواد، مما أدى إلى جرف بعض الأحياء السكنية ومنها بالذات حي الجبيل. كشفت الكارثة في ليبيا ضعف البنية التحتية وهشاشتها، وبرهنت على أن تنمية البلاد لم تكن محل منافسة بين الفرقاء، وأنه إذا عرف على مدار 10 سنوات على الأقل أن الشرق وعاصمته بنغازي كان مسرحا لاستعراض القوة وتكديس الأسلحة وبناء المعسكرات الحربية والمواقع والتحصينات العسكرية، فقد تمت تلك العسكرة وكذا ذلك التجييش على حساب تنمية البلاد وسلامة العباد، وانهيار السدود والجسور مثال صارخ على هذا التقصير. إلى موقع عربي 21، استمرار عمليات البحث عن ناجين في ليبيا وعشرات طائرات الإغاثة تصل إلى البلاد. قالت حكومة الوحدة الوطنية إن 38 طائرة إغاثة من 17 دولة وصلت إلى البلاد لتقديم المساعدة لمتضرري الفيضانات الأخيرة التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين. جاء ذلك في بيان للفريق الحكومي للطوارئ، حيث أفاد بوصول إغاثات من 17 دولة وخمس سفن آخرها من إيطاليا مزودة بطائرة مروحية تصل في الساعات المقبلة. وزارة الصحة من جهتها مستمرة في تسيير جسر جوي من العناصر الطبية والطبية المساعدة، حيث تم نقل عبر الجو 250 عنصرا طبيا ليبلغ عدد العناصر الطبية في المناطق المنكوبة حوالي 400 عنصر. وفي السياق نفسه يواجه سكان وفرق إغاثة في مدينة درنة الليبية صعوبة كبيرة في التعامل مع آلاف الجثث التي أعادتها الأمواج لليابسة أو تتحلل تحت الأنقاض بعد أن دمرت الفيضانات المباني وألقت بالكثيرين في البحر. في صحيفة العرب، القضاء الليبي على محك التحقيق في فاجعة درنة. ينتظر الليبيون ما ستفضي إليه التحقيقات القضائية بشأن حادثة انفجار سدي درنة التي أدت إلى سقوط آلاف القتلى من سكان المدينة الواقعة شرقا. وأكدت أوساط ليبية للصحيفة أن مكتب النائب العام شرع بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في ملفات الفساد والإهمال ذات الصلة بالسدين المنهارين، وأن القضية مرشحة للكثير من المفاجآت بخصوص الأطراف التي يمكن أن تكون متورطة بالفعل في عرقلة أو تعطية عمليات الصيانة التي كان يمكن أن تحول دون هذه الكارثة. لكن المخاوف الجدية من أن تعمل بعض الأطراف السياسية أو الحاملة للسلاح على عرقلة التحقيقات نظرا إلى وجود تداخلات بين أغلب الفاعلين الأساسيين في الملفات ذات الصلة بفاجعة درنا، سواء من الجوانب الحكومية أو المالية أو الرقابية أو من جانب السلطات المحلية في المدينة. وختاما مع ما كتبته صحيفة الشرق الأوسط، قلة فرق الإنقاذ تعرقل عمليات الإغاثة في درنا، فقد أكد وزير الطيران المدني في الحكومة الليبية المكلفة في شرقا أن أهم الصعوبات في المناطق التي سويت بالأرض عقب الإعصار هي قلة فرق الإنقاذ، مشيرا إلى أن المتوافر حاليا لا يمكن أن يغطي كل المناطق التي ضربتها السيول. وأكد على أهمية وصول الفرق المختصة
للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، لأنه كلما أسرعنا زادت فرص الوصول إلى ناجين، مضيفا أن عدد فرق البحث والإنقاذ في ازدياد، ووصل كثير منها ممن لديهم خبرات كبيرة في هذا المجال. إذن كانت هذه أبرز العناوين التي سقيناها لكم من الصحف الجزائرية المغاربية والعربية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج الصحافة، بقية من أخباره عبر قصصات الكاريكاتير متابعة. طيبا نرجوها الجميع إلى اللقاء.